للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي مباشرة من عمان السيد أحمد عزام المحلل المالي الأول بمجموعة أكويتي. أهلا وسهلا أحمد، شكرا على حضورك معنا. تفسيرك أولا لما نراه بأسعار العملات، يعني اليوم الفيدرالي أرقام الوظائف أعادت إمكانية تخفيض الفائدة، أولا أعطيني وجهة نظرك، متى ممكن أن نرى اليوم الفيدرالي يقوم بالتخفيض؟ وثانيا الإي سي بي أيضا من المفترض أن يخفض بيونيو، فلماذا، كيف نقرأ هذه القوة على اليورو اللي عم نشوفها مؤخرا؟ عيسى صباحك نادين، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد أول تخفيض أسعار فائدة بالنسبة للفيدرال الأمريكي قد يكون في شهر 9، في حال أرقام التضخم قد سجلت بعض التباطؤ بعض الانخفاضات، عندما ننظر لها إحصائيا قد يواجه التضخم أن يكون عنيد في الفترة القادمة، أن يكون التضخم تباطؤه قد يكون أقل حدة من الفترة الماضية، وصوله من الذروة 9.1% إلى أقل من 3% كان متسارع، هو ما كان يحتاج الفيدرال الأمريكي، لكن حاليا قراءتين متتاليات أعلى من التوقعات قد تعطي إشارات بأن إحصائيا قد أزلنا القراءات السنوية المرتفعة. لذلك سوف نشهد لشهر 6 لشهر 7 القادم قراءات مقارنة ب 4%، فبالتالي الانخفاضات أو التباطؤ التضخم قد يكون أصعب في الفترة القادمة مما قد يرجح. لو كنت متفائل قد يكون هناك تخفيض لأسعار فائدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، حتى على ما أعتقد نبرة الفيدرالي الأمريكي أو نبرة الأعضاء هي متباينة بعض الشيء، يدل تماما على الانقسام، تماما على تخالط البيانات، البيانات مختلطة في الفترة الماضية. قد يحتاج الفيدرالي الأمريكي الوقت، وهو ما يعطيه النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي لحتى الآن بحالة جيدة، فبالتالي أعتقد أن الفيدرال الأمريكي قد يراهم بالوقت على أن النمو الاقتصادي 1.9% يعتبر جيد جدا، بالتالي قد ينتظر في الفترة القادمة شهرين 3 أشهر لشهر 9 لأن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة، وقد يحتاج قبيل الانتخابات الأمريكية جيروم باول أن يخفض أسعار الفائدة. بالنسبة للإي سي بي أو بالنسبة للبنك أوروبا، على ما أعتقد باتت واضحة أن بنك أوروبا قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بشهر 6، سواء كانت من البيانات الاقتصادية وحتى عندما ننظر إلى التضخم، التضخم بات أقل من المتوقع في الفترة القادمة، حتى تضخم الخدمات يعطي إشارات بأن التضخم سجل انخفاضات، سجل انخفاضات متتالية. المخاوف كانت من تضخم الخدمات وأعطانا إشارات بأنه تضخم يسجل التباطؤ، فبالتالي الدفع حول إمكانية شهر 6 لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة بأن النمو الاقتصادي قد يختلف مع أمريكا، بأنه النمو في الفترة الماضية ما يقارب 1.5 سنة نمو مسطح. تخارج من الركود التقني هي إشارة جيدة بالنسبة لأوروبا، لكن لا أعتقد أنه قد يراهن أكثر بنك أوروبا وقد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة. ما أعطى اليورو الارتفاعات هي على ما أعتقد الانحراف بين السياسات النقدية أو انحراف التوقعات، توجهات بأن يكون أوروبا هو من يفتتح عمليات تخفيض أسعار الفائدة، بالتالي أخذ القوة من ضعف الدولار الأمريكي في الفترة الماضية مع اختلافات التسعير في الفترات في الفترة الأخيرة. هي على ما أعتقد ارتفاعات لن تكون على المدى الطويل بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لليورو، خاصة مع إمكانية اختلافات التسعير في الفترة القادمة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. بالتالي ضعف الدولار الأمريكي هو ما أعطى اليورو وليس قوة اليورو. طيب أحمد، عنا هذا الأسبوع أيضا بنك أوف إنجلند، ماذا نترقب بالنسبة لبنك إنجلترا؟ يمكن بنك إنجلترا قد يكون أو سيفيت أسعار الفائدة كما هي، لكن قد يكون نبرته مختلفة بعض الشيء. أندرو بيلي في الفترات الماضية كان قد أشار بأن النبرة قد باتت حمائمية بعض الشيء، أعتقد في الاجتماع الحالي سوف يفرج بأنها هي نبرة حمائمية بالفعل، سوف يعطي إشارات بأن تخفيض أسعار الفائدة بات على طاولة بنك إنجلترا. حتى لو نظرنا إلى نبرة الأعضاء بالنسبة لبنك إنجلترا، كان هناك انقسام بالتصويت في الفترة الماضية، لا يزال هناك عضوين يصوتون على إمكانية رفع أسعار الفائدة. أعتقد قد يكون هنا أو بالاجتماع الحالي قد يكون هناك إجماع بالتصويت، قد يكون هناك إشارات لتثبيت أسعار الفائدة مع نبرة حمائمية بعض الشيء، مما قد يعطي بعض الاندفاع أيضا بالنسبة للجنيه الاسترليني لإمكانية تسجيل بعض الأداء السلبي في الفترة القادمة. قد يكون ندين الفترة القادمة بالنسبة لتداولات العملات هي من سيخفض أسعار الفائدة أولا، من سيبقي أسعار الفائدة ثانيا. أعتقد أوروبا، بريطانيا، الفيدرال الأمريكي قد يكون الترتيب تواليا في الفترة القادمة، ما قد يعطي الضعف لليورو، الجنيه الاسترليني، ثم الدولار الأمريكي في الربع الأخير. شكرا جزيلا لك أحمد عزام المحلل المالي الأول بمجموعة أكويتي، أهلا وسهلا بك.